بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على المصطفى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فاجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إياه، إنك أنت العليم الحكيم. برحب بطلاب الصف الأول الثانوي، وأهلا بكم في حصص منصة البث المباشر. واليوم يا شباب طبعا معانا فرع جديد جدا من فروع اللغة العربية، ألا وهو عندنا طبعا يا شباب عندنا الأدب في العصر الجاهلي. يمكن قبل ما ندخل كده يا شباب في الأدب في العصر الجاهلي، هو فرع جديد تم دراسة في الصف الثالث الإعدادي، تم دراسة القراءة، النصوص، النحو، لكن الأدب كفرع هو فرع جديد. قبل الدخول في فرع الأدب، ما هو الأدب؟ فالأدب يا شباب يمكن في العصر الجاهلي كان يعبر عن فني الشعر والنثر الذي انتشر بين العرب قبل قدوم الإسلام، وكان فن يتاجر به في جميع بعض الشعراء، خاصة بعد ظهور ما يعرف بالرواية حافظي الشعر. لذلك هنبتدي كده مع بعض الأدب في العصر الجاهلي. طبعا الأدب يا شباب هو يمكن هنقول هو مفهوم الأدب دراسة الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي ظهر فيها العمل الأدبي، سواء كان شعرا أم نثرا. يعني شباب الأدب هو عبارة عن الظروف المحيطة، سواء كانت ظروف سياسية اجتماعية اقتصادية، وظهر فيها العمل الأدبي سواء كان شعرا أم نثرا. يبقى كده عشان تفهم مفهوم الأدب بشكل عام، بدرس الظروف، الظروف السياسية واجتماعية واقتصادية، يعني تاريخ يا شباب، التي ظهر فيها العمل الأدبي. طيب، إيه سؤال تاني يقول لي، هو العصر الجاهلي لماذا سمي العصر الجاهلي باسم بذلك الاسم؟ أولا هو نسبة إلى الجهالة، وهي فعل الشيء القبيح بعلم وإرادة وليس عن جهل بقبحه. لذلك لما حد يسأل كده يا شباب، هو العصر الجاهلي لماذا سمي هذا العصر بالعصر الجاهلي؟ إذن هنقول نسبة إلى الجهالة، وهي فعل الشيء القبيح بعلم، هو عارف اللي بيعمله، وإرادة وليس عن جهل بقبحه. لذلك يا شباب هو ده الأدب فين؟ في العصر الجاهلي. ننتقل بعد ذلك يا شباب عندنا كده مع بعض البيئة الجاهلية. طبعا البيئة الجاهلية يا شباب عندي طبعا فيها بيئة زمنية مكانية، وهنتعرف على العصر الجاهلي في كل شيء، نتعرف في البيئة، الزمان، المكان، الحياة الاجتماعية والدينية والأدبية. لأن أنا قلت أنا بدرس تاريخ الأدب الجاهلي، وده فرع جديد يا شباب، بدرس تاريخ الأدب الجاهلي، فأنا عايز أشوف الأدب، تمام؟ فأنا عندي بيئة زمنية، عندي بيئة مكانية، وعندي البيئة الاجتماعية والدينية والأدبية. بس كده حضرتك في الصور عندنا أهو، إما طبعاً بيعيش طبعاً في الصحراء والبدو والحاجات اللي احنا شفناها. عندي البيئة الزمنية. طبعاً أنا قلت هنا الأدب الفترة اللي سبقت ظهور الإسلام بنحو 150 عاما، تمام؟ أو قرن ونصف، لكن التاريخ طبيعي كده بيقول هو الفترة اللي سبقت ظهور الإسلام بنحو 150 سنة، يعني قرن ونصف. والأدب الجاهلي هو أدب تلك الفترة. لكن كتعريف أدب الشباب، هو أشكال التعبير الإنساني عن مجمل عواطف الإنسان وأفكاره وخواطره وهواجسه بأرقى الأساليب الكتابية اللي بتتنوع من النثر إلى النثر المنظوم إلى الشعر الموزون، طبعا لتؤدي إلى القدرة أو قدرة التعبير، وده طبعا البيئة الجاهلية. البيئة المكانية طبعا الشباب عندنا طبعا شبه الجزيرة العربية، وآدي الموقع زي ما احنا شايفين عندي في الجنوب الغربي من آسيا. طبعا المكانية، حدود البيئة المكانية يا شباب فين بالظبط كان مكانهم؟ طبعا انا كان عندي المكان اهو حضراتكم، في عندي في الشمال
في عندي العراق تمام، سوريا وفلسطين، وعندي الجنوب اهو موجود، وعندي طبعا الشمال. كانية ايضا يا شباب عندي من الشرق الخليج العربي، وعندي الغرب البحر الاحمر، وزي ما انت شايف كده ده حدود البيئة الجاهلية. انا بتعرف على الاماكن اللي كانوا في العصر الجاهلي طبعا بيعيشوا فيه، فعنده في الخليج العربي، وعندي اللي ده في الشرق، والغرب عندي البحر الاحمر. دي المنطقة اللي كانوا في العصر الجاهلي، هي المنطقة ايه اللي كان بيعيش فيها اللي هو العصر الجاهلي. وادي عندنا نجد واليمامة، العراق، بلدية الشام والحجاز واليمن، وعندي حضرموت تمام. هذه هي المناطق الأساسية، يبقى الحجاز ونجد واليمامة واليمن، يبقى أقسام شبه الجزيرة العربية عندي الحجاز وعندي تهامة وعندي نجد واليمامة واليمن، دي الأقسام شبه الجزيرة العربية الأساسية. فكده حضرتك عشان تعرف تركز معايا، شبه الجزيرة العربية عندي في الخريطة اهو قدامي، عندي الحجاز، تهامة، نجد، اليمامة واليمن، دي أقسام شبه الجزيرة العربية، وموجودين عندك طبعا في الخريطة موضحة. الآن نتعرف على الحياة الاجتماعية. الحياة الاجتماعية كانوا بيعيشوا فين؟ طبعا الحياة الاجتماعية كان عندي الحضر وعندي في البدو. طيب الحضر يا شباب بيعيشون في المدن مثل مكة اهو، شوف بقى ادي مكة والكعبة، ده الحضر يا شباب. يبقى عندي الحياة الاجتماعية بيعيشوا فين؟ عندي في الحضر في المدن. اما البدو يا شباب كانوا يتنقلون ويرتحلون، خصوصا يا شباب يعني ايه يتنقلون ويرتحلون؟ المنطقة اللي فيها مطر فيها الكلأ العشب خلاص موجودين، لو المنطقة دي جفت هينتقل البدوي من مكان إلى آخر. فإذا الفرق بين الحياة الحضر والبدو، الحضر حضرتك في المدينة، لكن البدو دول في الصحراء كانوا يتنقلون ويرتحلون، ويمكن أديك زي ما شايف البيئة الجبلية. طبعا أهو أرجع تاني، آدي الصحراء، وعندنا آدي أهو البدو اللي هم بيعتمدون على مين؟ بيعتمدون على الكلأ والعشب والأمطار. مش موجود أمطار ولا كلأ ولا عشب، خلاص ينتقل إلى مكان آخر. نأتي بعد ذلك إلى الحياة الاجتماعية. أصل العرب إيه يا شباب؟ قال لي والله عندي أصل العرب ينقسم إلى قسمين، عدنانيون وقحطانيون. من هم العدنانيون؟ هم عرب الشمال نسبة إلى جدهم عدنان، وهو من ولد إسماعيل. طب قحطانيون هم عرب الجنوب نسبة إلى جدهم قحطان. فلما يجي سؤال أصل العرب، ينقسم العرب إلى قسمين، عدناني وقحطاني. العدنانيون هم عرب الشمال، لماذا؟ نسبة إلى جدهم عدنان، وهذا هو من ولد إسماعيل عليه السلام. أما القحطانيون، طبعا القحطانيون يا شباب زي ما قلت هم عرب الجنوب نسبة إلى جدهم قحطان تمام. ده أصل العرب، يبقى كل العرب أصلهم كده يا شباب، عشان تبقى عارف حضرتك إن أصل العرب بيعود إلى العدنانيين وإلى القحطانيين. حاجة مهمة جدا يا شباب، الصفات والمعارف التي اشتهر بها العرب. هو كان بيشتهروا بحاجة، أنا دلوقتي اتعرفت على البيئة المكانية، عرفت هم عايشين فين، وبعدين بعد كده المكان نفسه، وبعد كده دخلنا في الحياة الاجتماعية، وبعد كده عرفنا كمان البيئة نفسها الجاهلية مكانها فين، وأقسام شبه الجزيرة العربية. بنعيد تاني على أساس إن الناس اللي لسه ممكن حد يدخل معانا، وياريت يبقى معاك ورقة وقلم وبتدون اللي بنقوله. أقسام شبه الجزيرة العربية قلنا الحجاز وتهامة ونجد واليمامة واليمن، قلنا البيئة الجاهلية عندي ناس بتعيش في الحضر تمام، وناس بتعيش في البدو، والحضر قلنا بيعيشون في المدن مثل مكة، والبدو يتنقلون ويعتمدون على الأمطار والكلأ، الكلأ اللي هو العشب
ثم بعد ذلك دخلنا في الحياة الاجتماعية. أصل العربي قلنا ينقسم العرب أو أصل العرب إلى قسمين، عدناني وقحطاني. عدنان هم عرب الشمال، ونسبة إلى جدهم عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام، والقحطانيون هم عرب الجنوب نسبة إلى جدهم قحطان. طب الصفات والمعارف اللي اشتهر بها العرب، أنت دلوقتي بتقول أو ذكرت منذ قليل أن العصر اسمه عصر جاهلي، وهو جاهلي نسبة إلى مين؟ قلت لي نسبة إلى الجهالة. يعني إيه جهالة؟ قلنا فعل الشيء القبيح بعلم، يعني يفعل الشيء القبيح بعلم وإرادة، عارف إن ده خطأ وليس عن جهل بقبحه. طيب ده الأساس، يبقى العصر الجاهلي نسبة إلى الجهالة، فعل الشيء القبيح بعلم وإرادة وليس عن جهل بقبحه. ده تعريف. طب هل هو في التعريف ده اللي هو نسبة إلى العصر الجاهلي، هل لهم صفات ومعارف اشتهروا بها؟ طبعا في عدة صفات يا شباب. ايه الصفات دي؟ ضمن الصفات اول حاجة الفروسية، ثاني حاجة الشجاعة، ثالث حاجة الصبر والكرم، منازلة الاعداء والوفاء. تقول لي لحظة، الصفات دي غريبة، يعني الناس تفعل الجهل وعن علم وعن إرادة ويلحظنا فروسية وشجاعة. عنترة بن شداد يا شباب لما كان بيتكلم عن الشجاعة ويجي يقول لي خلقت من الحديد أشد قلبا وقد بلي الحديد وما بليت، فإن حضرتك يجي البيت ده يجي يقول لي هذا البيت يدل على، هو اللي يدل على الشجاعة أو الصفات التي اشتهر بها العرب، هقول له على طول أجاوب ده الشجاعة. كذلك نجدة المستغيث، لاحظ عصر في صفات ومعارف مهمة جدا اشتهروا بها على الرغم ان هو عصر جاهلي. لذلك المعارف اللي اشتهر العرب هي برعوا فيها، تمام، واشتهر بها العرب. لكن في معارف مهمة جدا، ايه هي المعارف دي بقى اللي اشتهروا بها؟ والله يا حضرتك عندنا من ضمن المعارف الفراسة، وهي المهارة في معرفة باطن الأمور من ظاهرها، وده كان بيختص بيها العرب. كذلك أيضا الأنساب، علم الأنساب كانوا هم ممتازين جدا في علم الأنساب واقتفاء الأثر. يبقى إذن يا شباب من ضمن المعارف اللي برعوا فيها، خلي بالك يجي من ضمن المعارف التي برع فيها العرب، طبعا عندي الفراسة وهي المهارة في معرفة باطن الأمور من ظاهرها، أما حاجة علم الأنساب والاعتزاز بالمآثر واقتفاء الأثر. نأتي بعد ذلك كشباب إلى الحياة الدينية. طبعا هل هناك الرغم أن كان موجود في العصر الجاهلي فعل الشيء القبيح عن علم وإرادة، هو في ديانات؟ في ديانات، إيه المشكلة؟ أولا عندنا في الديانات السماوية، عندي أول حاجة اشتهرت طبعا عندي اللي هي ديانات، تمام، عبادة الشمس والقمر والأوثان والأصنام، ودي بنقول عليها الفوضى الدينية. عندي بعد ذلك اليهودية انتشرت في اليمن والحجاز، بعد ذلك النصرانية في اليمن ونجران وعرب الشمال والعراق والحيرة وطيء ودومة والجندل. تخلي بالك كده، في يهودية وفي نصرانية. طب عبادة الشمس والقمر والأوثان والأصنام، تخيل بقى أن الفوضى الدينية دي هي من أهم العوامل التي مهدت لنجاح الدعوة الإسلامية وانتشارها. لاحظ، يعني فوضى العوامل الفوضى الدينية دي يا شباب، أن في مجموعة كانت تعبد الشمس، مجموعة تعبد القمر، مجموعة تعبد الأوثان واللات والعزة، مجموعة تعبد الأصنام. كل هذه الفوضى أدت إلى نجاح الدعوة الإسلامية وانتشار الدعوة الإسلامية. عندي بعد ذلك في صورة نقلها لنا الأدب الجاهلي. نقل إيه؟ على فكرة نقل الأدب صورة صادقة للبيئة الجاهلية. إزاي؟ هو حضرتك الأدب ده تاريخ، بعرف منه عادات العرب، بعرف منه صفات العرب،
بعرف منه أخلاق العرب. فلذلك هو نقل صورة خلاني أنا على علم بيه، وده بيدل على إيه بقى؟ على ذكاء وقدرتهم وذكائهم في هذا المجال وبراعتهم فين؟ في الأدب سواء كان شعرا أم نثرا. يبقى الصورة التي نقلها الأدب الجاهلي هي صورة صادقة للبيئة الجاهلية، تمام؟ وبالإضافة هو سجل لعادات العرب وأخلاقه، أيضا يدل على إيه؟ يدل على ذكاء وقدرة العرب في هذا المجال والبراعة الشديدة في الشعر والنثر. هل كان هناك أسواق؟ تعال نتعرف كده مع بعض سريعا. الأسواق الأدبية مبينا أشهرها، ركز كده معايا في الأسواق. أنا هو عندي دومة الجندل، وعندي عقاظ والمجاز والمجنة، كلها دي أسواق، تمام؟ طب الأسواق دي بيعملوا فيها إيه؟ يا فندم الأسواق دي كان بيلتقي فيها الشعراء والخطباء كل عام يتنافسوا في إلقاء الشعر والخطابة. يعني حضرتك السوق ده الأسواق الأدبية كانت موجودة قديما. لذلك عندي ذو المجاز ودومة الجندل وأسواق خيبر والحيرة وحضرموت. ركز مع بعض في الأسواق الأدبية، قلت الأسواق تاني هي حضرتك منتديات أدبية كبرى يلتقي فيها الشعراء والخطباء كل عام ليتنافسوا. لماذا يلتقي؟ ليتنافسوا في إلقاء الشعر والخطابة. يبقى هدف الأسواق الشباب الأدبية إن كان كل الشعراء، كل شاعر من الشعراء يحضر قصيدة ثم ينافس فيها آخر، كذلك من الخطباء كل خطيب يأتي بخطبة وينافس فيها خطيب آخر، ويجتمعون في الأسواق ليتنافسوا في الشعر والخطب. نأتي لسمات الأدب في العصر الجاهلي. الأدب في العصر الجاهلي يا شباب بالمناسبة ينقسم إلى قسمين، الأدب طبيعة، طبيعة عندنا الأدب شعر ونثر. الأدب إيه؟ شعر ونثر. تعالوا لنفرق بين الشعر والنثر. الشعر يا شباب هو الكلام الموزون المقفى الذي يصور به الشاعر أحاسيسه ومشاعره معتمدا على الموسيقى والخيال والعاطفة. ركز معي، يبقى الشعر بيعتمد على إيه؟ الخيال والعاطفة. لذلك نقول إن الشعر مظهر الوجدان. يبقى الشعر هو الكلام الموزون المقفى. يعني ايه كلام موزون مقفى؟ ليه وزن وليه قافية يا شباب. الذي يصور به الشاعر احاسيسه ومشاعره معتمدا على ماذا؟ الموسيقى والخيال والعاطفة. لذلك نقول ان الشعر مظهر الوجدان. يبقى الشعر يا شباب كلام موزون. يعني ايه موزون؟ ليه وزن يا شباب. يبقى شطرة اولى شطرة تانية وفي قافية منتهرة، لكن عفوا هو يصور الشاعر احاسيسه ومشاعره واعتمد على الموسيقى والخيال، يبقى بيعتمد على الخيال والعاطفة. اما النثر يا شباب هو الاسلوب الذي يصور به الاديب افكاره ومعانيه من غير وزن ولا قافية، مفيش. لذا فالنثر مظهر العقل والثقافة. الفرق واضح، الشعر بيعتمد على الخيال والعاطفة وكلام موزون كلام مقفى، أما النثر هو لا به وزن ولا خافية وهو يعتمد على العقل والثقافة. لذلك يأتي سؤالا هاما، أيهما أسبق للوجود، الشعر أم النثر؟ طبيعي كده كده أنا قلت الشعر هنا كلام موزون مقفى سهل بصور به الشاعر الأحاسيس المشاعر وبيعتمد قلنا على الخيال والعاطفة والموسيقى. يبقى مين أسبق يا شباب؟
تمام. الشعر أسبق للوجود من النثر، لماذا؟ لأن الشعر، ركز معايا، يقوم على الخيال والعاطفة، بينما النثر يقوم على التفكير والمنطق. شفت بقى؟ يبقى حضرتك عرفت بقى إن الشعر هو أسبق، تمام؟ من مين؟ أسبق للوجود منين؟ من النثر، لأن الشعر يقوم على الخيال والعاطفة. خلي بالي الشعر بيقوم على إيه؟ على الخيال والعاطفة. لكن حضرتك النثر يقوم على التفكير والمنطق. الحالة اللي وجدنا عليها الشعر الجاهلي يا شباب، وجدناه بالفعل بصورة فنية متكاملة، وده بيدل على إن إيه؟ المحاولات وتطورات كانت كبيرة في فن الشعر قد حدثت قبل ذلك. يبقى الحالة التي وجدنا عليها الشعر الجاهلي كان في صورة جيدة، صورة فنية متكاملة، وهذا يدل على أن المحاولات والتطورات كانت كبيرة في فن الشعر قد حدثت قبل ذلك. إذن في هذه الشريحة، الشعر هو الأسبق للوجود من مين؟ من فن النثر. أتي لشيء مهم جدا، منهج القصيدة الجاهلية. تقول لي يعني إيه منهج؟ شعراء يا شباب أتبعوا منهجا أو بناء للقصيدة، بمعنى إن القصيدة بالمناسبة لابد لها الطريقة، عشان أبدأ بقصيدة لابد من وجود طريقة معينة، لكن هل الطريقة دي ثابتة؟ هي ثابتة، لكن البعض مش الكل خالف نهج القصيدة. القصيدة دائما في الشعراء في العصر الجاهلي كانوا دائما يبدأون بالوقوف على الأطلال. أول حاجة الوقوف على الأطلال، الأطلال وبقايا الديار، ممكن على فكرة تبقى الرسم برضو أطلال، الدمنة أطلال. يبقى أول حاجة الشاعر كان يبدأ بالوقوف على الأطلال، المحبوبة، يبدأ يذهب لديار المحبوبة ويبكي هناك، ثم بعد ذلك ظعن، تمام، أو فراق، وظعن فراق المحبوبة، ثم بعد ذلك عندي الغزل ووصف الناقة، وصف المحبوبة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الغرض الرئيس للقصيدة، الفخر، الحماسة، المدح، الرثاء، الهجاء، الاعتذار، الغزل، ثم يختم الأبيات بحكمة. إذن منهج بناء القصيدة الجاهلية الوقوف على الأطلال، ظحن المحبوبة وغزلها، تمام؟ يعني الغزل وظحن المحبوبة، ثم وصف الناقة ويصف كل شيء، ينتقل إلى غرض الرئيس، سواء كان الغرض الرئيس فخر، حماسة، الفخر شباب الإنسان اللي بيفخر، تمام؟ والحماسة، المدح هو مدح الإنسان بصفات جميلة، وعكس الهجاء. أما الرثاء ذكر محاسن الموتى، والرثاء بالمناسبة يا شباب له أنواع، رثاء ذاتي ورثاء قبلي ورثاء قومي. ورثاء الذاتي ليكون قريب، أخ له، أم، ابن، زوجة. أما رثاء القبلي عندما يموت شيخ القبيلة، ورثاء القومي فهو شخصيات عامة. والغزل هنتعرف عليه شباب، الغزل طبعا بينقسم إلى غزل صريح وعفيف، وسنتعرف على ذلك. الهدف من بناء نهج القصيدة الجاهلية هو التعرف على منهج القصيدة الجاهلية، الوقوف على أطلال، والغزل وزعن المحبوبة، وصف الناقة، الانتقال إلى الغرض الرئيس للقصيدة، ختم الأبيات بحكمة. لاحظ كده حضرتك إن في تعددت أغراض داخل القصيدة، وبقي وحدة البيت، تمام، هو الاعتماد عليه، تمام، كل بيت ليه فكرة، كل بيت مستقل، تمام، مفيش ربط خالص، لكن الربط الوحيد الوزن والقافية. لذلك أفتقد القصيدة الجاهلية للوحدة العضوية. طالب يقول لي هو الوحدة العضوية إيه؟ أنت
من شويه او منذ قليل قلت لنا ان بناء القصيده في العصر الجاهلي او بناء او منهج القصيده لنا نهج بنسير عليه ونتبع خطواته. نعم، ما الوحده العضويه؟ الوحده العضويه يا شباب ان اذا كتبت قصيده لابد ان يكون الموضوع واحدا، لابد ان يكون الموضوع واحدا، ولابد ان تكون العاطفه ايضا واحده. اذا فالوحده العضويه ان يكون الموضوع واحد اللي هيتحدث عنه الشاعر، والجو النفسي او العاطفه ايضا هي عاطفه واحده، والافكار مترابطه، يعني في ترابط بين الافكار. طيب ايه اللي حصل؟ يبقى اذا الوحده العضويه هل موجوده في العصر الجاهلي؟ انا من شويه يا شباب لما تحدثت عند بناء القصيده قلنا بيبدا بالبكاء على الاطلال والغزل وزعن المحبوبه او فرق المحبوبه، ثم بعد ذلك الوصف، وصف الناقه، وصف المحبوبه. لاحظ انه بيتحدث في مواضيع كثيره جدا، اذا افتقدت الوحده العضويه. لكن النص لابد ان يكون نصا يتحدث عن فكره واحده او موضوع واحد، ثم بعد ذلك ان يكون الجو النفسي حزين، وان تكون الافكار مترابطه متسلسله بحيث لا يمكن تقديم بيت على بيت. إذن فالقصيده في العصر الجاهلي افتقدت بالفعل الوحده العضويه، تمام، اللي هو وحده البيت او البيت وحده القصيده، هنقول بسبب تعدد الاغراض، اغراض كثيره جدا. الشعر العربي كل ما يراه، كل ما يتعامل معه يقوم بكتابة أبيات داخل قصيدة. لذلك تعدد الأغراض داخل القصيدة الواحدة، واعتمدت القصيدة الجاهلية على وحدة البيت لا وحدة الموضوع. عنديش وحدة الموضوع، خلاص كل بيت مستقل ليه فكرة، كل بيت وحدة مستقلة لا يربطه أهو لا يربطه بغيره سوى الوزن، سوى الوزن والقافية، سوى الوزن والقافية. إذن هذا هو افتقاد القصيدة الجاهلية للوحدة العضوية. أيضا كثرة التنقل ووصف كل ما يقع عليه بصره. يبقى كثرة التنقل يا شباب، لأن العربي كما تحدثنا منذ قليل تنقل، التنقل من مكان إلى مكان، تمام، يصف كل ما يراه وكل ما تقع عليه عينه. إذن سؤال مهم جدا، بناء القصيدة في العصر الجاهلي ده مهم جدا هعتمد عليه، لأن بناء القصيدة ده أساس. أنا بدرس العصر الجاهلي بدرس بناء القصيدة. إذن هل القصيدة في العصر الجاهلي تحققت فيها الوحدة العضوية؟ لا طبعا، لأن حضرتك تعدد الأغراض، تمام، داخل القصيدة، لكن قصيدة الجاهلية تعرف وحدة البيت، وحدة البيت لا وحدة الموضوع، كل بيت وحدة مستقل لا يربط بغيره سوى الوزن والقافية، كثرة التنقل، وصف كل ما يقع عليه بصره. أتي بعد ذلك يا شباب إلى المعلقات. اسمها كده معلقات. إيه المعلقات دي؟ معلقات هي قصائد طوال قيلت في العصر مين؟ الجاهلي. أنا بتكلم عن العصر الجاهلي، بتكلم في العصر مين؟ الجاهلي. قصائد طوال قيلت في العصر الجاهلي واختيرت من الشعر الجاهلي. لماذا؟ لجودتها وجمال أسلوبها. لاحظ هي اسمها معلقات، لماذا سميت المعلقات بهذا الاسم؟ تمام؟ معلقات الشباب، النقاد قالوا آراء كثيرة جدا، من ضمن هذه الآراء أنها كتبت على رقاع من الجلد وعلقت في عمود الخيمة أو علقت على أسطار الكعبة، ده واحد. اثنين، أيضا بعض الناس
شبهها بعقود الدر التي تعلق في جيد النساء، يعني الجيد هو العنق. كذلك الرأي الآخر لجمالها وروعتها وقوة الأسلوب علقت بالقلوب والأذهان. يبقى إذن هي قصائد طوال، قيلت في العصر الجاهلي، قيلت في العصر الجاهلي، واختيرت من الشعر الجاهلي لجودتها وجمال أسلوبها. قصائد عظيمة على فكرة المعلقات. سميت المعلقات بهذا الاسم، بعض المؤرخين قالوا إن العرب اختارتها لجودتها فكتبتها بماء الذهبي وعلقتها على أسطار الكعبة. أما آراء النقاد، علقت على أسطار الكعبة بعد أن كتبت بماء الذهب، أنها لجمالها وروعتها وقوة أسلوبها علقت بالقلوب والأذهان، كانت تكتب على إيقاع من الجلد وتعلق في عمود الخيمة. طبعا أفضل هذه الآراء أنها علقت بالقلوب والأذهان لجمالها وروعتها. ويمكن المعلقات لها عدد ولها شعراء، فلاحظ كده حضرتك في المعلقات عندي، عندنا امرؤ القيس، طرف بن العبد، زهير بن ابي سلمى، عمرو بن كلثوم، الحارث بن حلزة، عنترة بن شداد، لبيد بن ابي ربيع. الزوزني قال إن عددها سبع معلقات، سبع معلقات. الأنباري والتبريزي عدها عشر معلقات. إذن هناك اختلاف في الآراء، الأشهر كما قال الزوزني سبع. هناك أيضا قال أبو جعفر النحاس هي تسع معلقات. يبقى إذن المعلقات الأشهر سبع معلقات على رأي الزوزني، امرؤ القيس، طرف ابن العبد. وبالمناسبة امرؤ القيس لقب بالملك الضليل وهو أمير شعراء العصر الجاهلي، وكان مشهور جدا بالتشبيب والنسيب، والتشبيب هو الغزل والترقيق الغزل، وعندي يمكن كان من أشهر الشعراء وأمير شعراء العصر الجاهلي. وطرف ابن العبد وزهير بن أبي سلمى وعمر بن كلثوم، هذا الشاعر خالف نهج القصيدة وهو بدأ بوصف الخمر، هو الوحيد اللي خالف بناء القصيدة عمر بن كلثوم. سمعت الشعر الجاهلي يا شباب؟ طبعا عندي من حيث المعاني والأفكار، المعاني كانت شكلها إيه؟ الأفكار طبعا المعاني كانت واضحة أم كانت غامضة؟ لا، المعاني واضح، وكان أيضا من المعاني قلة المبالغة فيها، كذلك قلة التأنق في ترتيب المعاني تمام والفكر. إذن سمات الشعر الجاهلي مهم جدا أن أنت تعرف أن كانت المعاني واضحة، قلة المبالغة فيها، وقلة التأنق في ترتيب المعاني والفكر. من حيث الألفاظ، الألفاظ الشباب كانت جيدة في المعاني الموضوعة ليها. ومن حيث الخيال، الأخيلة البديعة والتشابه الطريفة أو التشابهات الطريفة والاستعارات الجميلة. يبقى جودة استعمال الألفاظ في المعاني الموضوعة لها، من حيث الخيال، الأخيلة البديعة والتشبيهات الطريفة والاستعارات الجميلة. وطبعا إن شاء الله يمكن في البلاغة هتتعرف على علم المعاني وعلم علم البيان، لأن دراستك في الصف الأول الثانوي علم البيان، وهو علم الظهور يختص بالتشبيه والاستعارة سواء كانت مكنية أم تصريحية، والكناية والمجاز المرسل، وهتدرس علم البديع.
سواء كانت محسنات لفظية أو معنوية كالطباق والمقابلة والتورية، وعندي المحسنات اللفظية مثل الجناس والسجع والتصريع، والاستعارة سوف تقوم بدراستها في إن شاء الله خلال محاضرات البث المباشر. أنتقل بعد ذلك الأسلوب. الأسلوب بالمناسبة كان في متانة الأسلوب ثم تين، ويأتي بإيراد المعنى في النفس. يبقى متانة الأسلوب بحسن إيراد المعنى في النفس، كذلك إيثار الإيجاز اختصار إلا إذا دعت الحال. كانوا بيفضلوا دايما الاختصار إلا إذا دعا الحال. ومن حيث المجاز، القصد في استخدام ألفاظ المجاز، والمجاز تمام الخيال. إذن بناء القصيدة في العصر الجاهلي مهم جدا. بدأت بإيه؟ بكاء على الأطلال والغزل والوصف، ثم الانتقال للغرض الرئيس للقصيدة، ثم يختم الشاعر الأبيات بحكمة. ثم تحدثنا عن المعلقات، قصائد طوال قيلت في العصر الجاهلي ولها آراء. أهم الآراء أنها علقت في الأذهان لجمالها وروعتها وقوة الأسلوب. وعدد المعلقات كما تحدثت منذ قليل 7 معلقات وهي الأشهر، وهذا رأي الزوزني. أما أبو جعفر النحاس قال 9 معلقات، أما الأنباري والتبريزي قالوا أو قال ب10 معلقات. أنتقل بعد ذلك يا شباب إلى قصيم الشعر النثر، لأن الشعر كده انتهى. هدخل في النثر. من فنون النثر في العصر، وإحنا قلنا يمكن النثر منذ قليل يعتمد على العقل والحكمة، بعكس الشعر يعتمد على الخيال والعاطفة. دي الخطاب. طبعا تعريف الخطبة مهم جدا يا شباب، فن مخاطبة الجماهير وجذب الانتباه وتحريك المشاعر بكلام بليغ وجيز يعتمد، ركز معايا حاجة مهمة جدا، الإقناع والإمتاع. الإقناع والإمتاع مهم جدا، خلي بالي، يعني لازم تحقيق شرطي الإقناع والإمتاع في الخطبة. يبقى من فنون النثر أو الفن من الفنون فن مخاطبة الجماهير والخطبة وجذب الانتباه وتحريك المشاعر بكلام بليغ وجيز يعتمد على الإقناع والإمتاع. طيب أنا كده تعرفت على الفن الأول من فنون النثر وهو فن الخطابة أو الخطبة. طيب هل هناك سمات فنية أو خصائص لأسلوب الخطابة؟ أم الخطيب مع نفسه يتحدث يأتي بما يأتي؟ لكن هل هناك خصائص؟ نعم، في خصائص، في سمات فنية لأسلوب الخطاب. أولاً قصر الفقرات، سهولة الألفاظ، وضوح المعاني، التنوع بين الأسلوب الخبري والإنشاء. طبعاً بعض الناس يقول لك ما الفرق بين الخبري والإنشاء؟ الإنشاء شباب ينقسم إلى إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. الإنشاء الطلبي مثل الأمر والنهي والاستفهام والتمني والرجاء وهكذا، ده الأسلوب إنشائي. عندما أقول لك يا محمد، يا محمد، طبعا ده نداء، هقول عليه أسلوب إنشائي نوعه نداء. ذاكر يا محمد، ذاكر ذاكر دروسك،
هقول اسلوب انشائي نوعه امر لا تهمل في دراستك، هقول اسلوب انشائي نوعه نهي، وده الانشائي. غير طلبي خاص ببعض التراكيب والاساليب النحويه مثل اسلوب المدح والذم وغيره. الخبر يا شباب لا يوجد به شيء من الانشاء. عندما اقول لك ذهب الطالب الى المدرسه، ذهب الطالب الى الجامعه، لا يوجد به امر او نهي او استفهام او اي شيء من الانشاء، فاسلوب خبري فرضوا التقرير. ثم بعد ذلك، بعد التنوع بين الاسلوب الخبري والانشائي، الاقناع بالادله والبراهين، لابد ان اقنع الانسان بالادله والبراهين. ثم بعد ذلك الامتاع بروعه التصوير. إذن الخطبه هي فن مخاطبه الجماهير وجذب الانتباه وتحريك المشاعر بكلام بليغ وجيز يعتمد على الاقناع والامتاع. الخصائص، خصائص اسلوب الخطابه، قصر الفقرات، لابد ان تكون الفقرات قصيره، لابد ان تكون الالفاظ سهله، لابد ان تكون المعاني واضحه، لابد ان ينوع الخطيب بين الاسلوب الخبري والانشائي، ولابد ان يكون مقنعا بالادله والبراهين، ولابد ان يكون هناك امتاع بروعه التصوير. طيب اذا ما اجزاء الخطبه؟ اي خطبه بتتكون من مقدمه، موضوع، وخاتمه. مقدمه، موضوع، وخاتمه. اذن اجزاء الخطبه مقدمه، موضوع، وخاتمه. ناتي لنتعرف على اشهر خطباء العرب. عندي اشهر خطباء العرب. اول خطيب قص بن ساعد الايادي. قص بقى يمكن قال حاجه جميله جدا، مش بس كده، عندي اكثم بن صيب من اشهر الخطباء. ايها الناس اسمعوا وعوا، من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو ات ات. شايف؟ بص بقى، ايها الناس اسمعوا وعوا، من عاش مات ومن مات فات، مات فات، وكل ما هو آت آت. وهنا طبعا بيعتمدوا على السجع والازدواج. أكثم بقى ابن صيفي، إن أفضل الأشياء عاليها، وأعلى الرجال ملوكها، وأفضل الملوك يعمها نفعا، وخير الأزمنة أخصبها، وأفضل الخطباء أصدقه. شايف الكلام؟ الاعتماد من المحسنات البديعية على إيه؟ اعتمدوا على السجع والازدواج. إذن أشهر الخطباء عندي قص ابن ساعدة، وكان مشهور جدا طبعا. وعندي بعد ذلك أذهب إلى الجزء أو النوع الثاني من فنون النثر، هو الوصية. ما الوصية؟ ما الوصية؟ وما أجزاء الوصية؟ وما الهدف منها؟ وصية هي خلاصة تجارب قائل، إنسان معين بيوجه الوصية إلى أولاده أو أصدقائه أو أهله أو من الحاكم إلى شعبه. هذه هي الوصية. لكن الوصية لها خصائص. اولا، اسلوب الوصيه يكثر بها الحكم، حكم كثيره. قصر الفقرات، انا لما هاجي اتكلم وصيه، او اب يوصي ابنائه، فالاب اللي بيوصي الابناء لابد ان تكون الفقرات قصيره وليست طويله. الاكثار من السجع لتاثيره الموسيقي،
وهذا نموذج عندي وسيط أمامة بنت الحارث لابنتها عندما كانت تذهب وتستعد للزواج، فالأم أعطت الابنة بعض الوصايا. لذلك هي خلاصة تجارب قائلها يوجهها إلى أولاده أو أصدقائه أو أهله أو من الحاكم لشعبه. خصائص أسلوب الوصية مهمة جدا، يكثر بها الحكم، قصر الفقرات، الإكثار من السجع لتأثيره الموسيقي. والمثال عندي وصية أمامة بنت الحارث لابنتها. ننتقل، يمكن أشهر الوصايا عندي وصية أمامة، كذلك وصية ذي الإصبع العدواني لابنه سياد. هذه هي أشهر الوصايا في العصر الجاهلي. أنتقل لفن آخر من الفنون، هي الحكمة. الحكمة هي خلاصة تجارب أو درس أو مواقف تعلمها الإنسان في حياته وتتسم بالجمال في الصياغة. يبقى خلاصة تجارب، خلاصة تجارب أو درس أو مواقف تعلمها الإنسان في حياته وتتسم بالجمال في الصياغة. ما هدف الحكمة؟ هو توجيه سلوك الإنسان إلى الخير. هذه هدف الحكمة. يبقى هدف الحكمة توجيه سلوك الإنسان إلى الخير. إذن فنون النثر، تحدثنا عن الخطبة ثم الوصايا ثم الحكمة. نأتي بعد ذلك لفن آخر هو فن الأمثال. قول موجز بينتشر على الألسنة. ورد في حادثة ما وانتشر على مر العصور. طيب هو يمكن احنا موعد الحصة انتهت، في المرة القادمة إن شاء الله نكمل بإذن الله. معكم دكتور حسام البدري. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.